جامعة واحد. كلام راجل الجماعة ابن داود الملك في أورشليم، عالفاضي بتاع اللي عالفاضي. قال راجل الجماعة عالفاضي بتاع اللي عالفاضي، كله عالفاضي. ايه الفايدة للإنسان من كل تعبه اللي بيتعبه تحت الشمس؟ جيل يروح وجيل يجي، والأرض قاعدة من غير نهاية، والشمس تشرق والشمس تغرب وتروح للمكان بتاعها مكان ما بتشرق. الريح تروح للجنوب وتدور للشمال، تروح دايرة دوران، وللمسارات بتاعتها ترجع الريح. كل الأنهار تجري للبحر والبحر مش مليان، للمكان اللي جريت منه الأنهار لهناك تروح رجعة. كل الأمور مرهقة، ما يقدرش الإنسان يتكلم، العين ما تشبعش من النظر، والودن ما تتمليش من السمع. اللي كان هو اللي يبقى، واللي اتعمل هو اللي يتعمل. مفيش تحت الشمس جديد. لو تلاقت حاجة يتقال عنها بص دي جديدة، فهي من زمان كانت في الأزمنة اللي كانت قبلنا. مفيش كلام عن الأوائل والأواخر كمان اللي حيبقوا، ما يبقاش فيه كلام عنهم عند اللي يبقوا بعدهم. أنا راجل الجماعة كنت ملك على إسرائيل في أورشليم، وخليت قلبي ناحية السؤال والتفتيش بالحكمة عن كل اللي اتعمل تحت السماء. هو شقى وحش خلاها الله لولاد البشر عشان يعانوا فيه. شفت كل الأعمال اللي اتعملت تحت الشمس، وفين وكل عالفاضي ومسك الهوى. المعوج مش ممكن يتعدل، والنقص مش ممكن يتصلح. انا وشوشت قلبي وقلت اديني اتعظمت وزدت حكمة اكتر من كل اللي كان قبلي على اورشليم، وشاف قلبي حكمة كتيرة ومعرفة، وخليت قلبي ناحية معرفة الحكمة ومعرفة الحماقة والجهل. فعرفت ان ده كمان مسك الريح، لان في كتر الحكمة كتر الغم، واللي يزيد علم يزيد حزن. جامعة 2. قلت انا في قلبي يلا امتحنك بالفرح فتشوف خير، وفين وده كمان على الفاضي. عالضحك قلت مجنون، وعالفرح يعمل ايه؟ افتكرت في قلبي اني امسك جسمي بالخمرة، وقلبي يتأمل في الحكمة، واني امسك في الحماقة، لحد ما اشوف ايه هو الخير لولاد البشر عشان يعملوه تحت السماء مدة ايام حياتهم. فعظمت الشغل بتاعي، بنيت لنفسي بيوت، غرست لنفسي غطان عنب، عملت لنفسي جناين وبساتين، وغرست فيها اشجار من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مية عشان تتسقي منها غابة تنبت شجر، اشتريت عبيد وجواري، وكان عندي ولاد البيت، وكان عندي كمان ملك بقر وغنم اكتر من كل اللي كانوا في اورشليم قبلي. جمعت لنفسي كمان فضة وذهب واللي يخص الملوك والبلاد. خدت لنفسي مغنيين ومغنيات وانبساطات ولاد البشر، ست وستات. فتعظمت وزدت اكتر من كل اللي كانوا قبلي في اورشليم، وفضلت كمان الحكمة بتاعتي معايا، ومهما تمنت عنيا ما منعتهوش عنهم، ما منعتش قلبي من كل فرح، لان قلبي فرح بكل التعب بتاعي، وده كان نصيبي من كل تعبي. بعدين اتلفت انا لكل الاعمال بتاعتي اللي عملتها ايديا، وللتعب اللي تعبته في عمله، وفينه كل عالفاضي ومسك الريح ومفيش حاجة تنفع تحت الشمس. بعدين اتلفت عشان اشوف الحكمة والحماقة والجهل، لان ايه للانسان اللي يجي ورا الملك يعمله غير اللي قبل كده عملوه. فشفت ان للحكمة فايدة اكتر من الجهل، زي ما للنور فايدة اكتر من الضلمة. الحكيم عينيه في راسه، اما الجاهل فبيمشي في الضلمة. وعرفت انا كمان ان حادثة واحدة بتحصل ليهم هما الاتنين، فقلت في قلبي
زي ما بيحصل للجاهل، بالشكل ده يحصل كمان ليا انا. ومادام كده فليه انا حكمتي اكتر؟ فقلت في قلبي ده كمان على الفاضي، لانه مفيش كلام عن الحكيم ولا عن الجاهل لمن غير نهاية. زي ما من زمان اهو كده الايام اللي جاية الكل يتنسي، وازاي يموت الحكيم زي الجاهل. فكرهت الحياة لانه حش عندي العمل اللي اتعمل تحت الشمس، لان الكل على الفاضي ومسك الهوى. فكرهت كل التعب بتاعي اللي تعبت فيه تحت الشمس، اللي اسيبه للانسان اللي يبقى بعدي، ومين يعرف يبقى حكيم ولا جاهل ويستولى على كل التعب بتاعي اللي تعبت فيه وبينت فيه الحكمة بتاعتي تحت الشمس، ده كمان على الفاضي. فتحولت عشان أيأس قلبي من كل التعب اللي تعبت فيه تحت الشمس، لأن في إنسان تعبه بحكمة ومعرفة ونجاح فيسيبه نصيب لإنسان ما تعبش فيه، ده كمان على الفاضي وشر عظيم. لأن إيه اللي للإنسان من كل تعبه واجتهاد قلبه اللي تعب فيه تحت الشمس؟ لأن كل أيامه أحزان وشغله غم، كمان بالليل ما يستريحش قلبه، ده كمان على الفاضي هو. مفيش للإنسان أحسن من إنه ياكل ويشرب ويوري نفسه خير في التعب بتاعه. شفت ده كمان إنه من إيد الله، لأنه مين بياكل ومين بيتلذذ غيري؟ لأنه يجيب للإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرح، أما الخاطي فيديله شغل الجمع والتكويم عشان يدي للصالح قدام الله، ده كمان على الفاضي ومسك الهوى. جمع تلاتة: لكل حاجة وقت، ولكل أمر تحت السماء وقت، للولادة وقت، وللموت وقت، للغرس وقت، ولشد المغروس وقت، للقتل وقت، وللشفاء وقت، للهدم وقت، وللبنى وقت، للعياط وقت، وللضحك وقت، للنواح وقت، وللرأس وقت، لتفريق الحجارة وقت، والجمع الحجارة وقت، للحضن وقت، وللبعد عن الحضن وقت، للمكسب وقت، وللخسارة وقت، للصيانة وقت، وللرمي وقت، للتقطيع وقت، وللتخيط وقت، للسكوت وقت، وللكلام وقت، للحب وقت، وللكره وقت، للحرب وقت، وللصلح وقت. فإنهي فايدة للي بيتعب من اللي بيتعب فيه؟ شفت الشغل اللي اداه الله لولاد البشر عشان يشتغلوا فيه؟ عمل كله كويس في وقته، وكمان خلى الأبدية في قلبهم اللي من غيرها ما يفهمش الإنسان العمل اللي بيعمله الله من البداية للنهاية. عرفت إن ملهمش خير غير إنهم يفرحوا ويعملوا خير في حياتهم، وكمان إن كل إنسان يأكل ويشرب ويشوف خير من كل التعب بتاعه، فهو عطية الله. عرفت ان كل اللي يعمله الله انه يفضل من غير نهاية، مفيش حاجة تتزاد عليه ومفيش حاجة تنقص منه، وان الله عمله عشان يخافوا قدامه اللي كان فمن زمان هو، واللي يبقى فمن زمان كان، والله يطلب اللي فات. وكمان شفت تحت الشمس مكان الحكم فيه الظلم، ومكان الصلاح فيه الشر. فقلت في قلبي الله يحكم على الصالح والشرير، لان لكل امر ولكل عمل وقت هناك. قلت في قلبي من ناحية امور ولاد البشر الله بيمتحنهم عشان يوريهم ان زي البهيمة اهو كده هما، لان اللي بيحصل لولاد البشر بيحصل للبهيمة، وحادثة واحدة ليهم مدة
زي مودة ونسمة واحدة للكل، فما فيش للإنسان ميزة على البهيمة لأن هما الاتنين على الفاضي، يروحوا هما الاتنين لمكان واحد، كانوا هما الاتنين من التراب وللتراب يرجعوا هما الاتنين. مين يعرف روح ولاد البشر؟ هل هي بتطلع لفوق وروح البهيمة؟ هل هي بتنزل لتحت للأرض؟ فشفت ان مفيش حاجة احسن من ان الانسان يفرح بأعماله، لان ده نصيبه، لان مين يجي بيه عشان يشوف اللي هيبقى بعده. جامعة 4. بعدين رجعت وشفت كل المظالم اللي بتحصل تحت الشمس، فأهي دموع المظلومين وملهمش اللي يعزيهم، ومن ايد اللي بيظلموهم قهر، اما هما فملهمش اللي يعزيهم. فقلت انا يا بخت الميتين اللي ماتوا من زمان اكتر من العايشين اللي هما لسه عايشين، واحسن منهم هما الاتنين اللي لسه ما اتولدش، اللي ما شافش العمل الوحش اللي اتعمل تحت الشمس، وشفت كل التعب وكل نجاح عمل انه غيرة انسان من صاحبه، وده كمان على الفاضي ومسك الهوى. الجاهل يضم ايديه وياكل لحمه، ملو كف براحة احسن من ملو كفين بتعب ومسك هوى. بعدين رجعت وشفت حاجات على الفاضي تحت الشمس. في واحد وملوش تاني وملوش ابن ولا اخ، ومفيش نهاية لكل التعب بتاعه، ومتشبعش عينه من الغنى. فالمين اتعب انا واحرم نفسي من الخير؟ ده كمان على الفاضي وامر وحش. هو اتنين احسن من واحد، لان ليهم اجرة صالحة للتعب بتاعهم، لانه لو وقع واحد منهم يقوموا صاحبه، وياويل اللي هو لوحده لو وقع عشان مفيش تاني يقومه. كمان لو رقد اتنين يبقى ليهم دفى، اما للوحده فازاي يدفى؟ ولو هزم واحد الواحد يقف قصاده الاتنين، والخيط المتلت ما يتقطعش بسرعة. ولد فقير وحكيم احسن من ملك شيخ جاهل، اللي ما يعرفش ياخد باله لسه، لانه من السجن خرج للملك، والمولود ملك ممكن يتفقر. شفت كل العايشين اللي ماشيين تحت الشمس مع الولد التاني اللي يقف بداله. مفيش نهاية لكل الشعب اللي كان قدامهم، كمان اللي يجوا بعده ما يفرحوش بيه، ده كمان على الفاضي ومسك الهوى. جامعة 5. صون رجلك لما تروح لبيت الله، لان السمع اقرب من تقديم ذبيحة الجهلة، لأنهم ما بيهتموش بعمل الشر. ما تستعجلش بقك وما يسرعش قلبك لنطق كلام قدام الله، لأن الله في السماء وانت على الأرض، فعشان كده يبقى كلامك قليل، لأن الحلم بيجي من كتر الشغل، وكلام الجهل من كتر الكلام. لو ندرت ندر لله فما تتأخرش انك توفي بيه، لانه ما ينبسطش بالجهلة، توفي باللي ندرته. انك ما تندرش احسن من انك تندر وما توفيش. ما تخليش بقك يخلي جسمك يغلط، وما تقولش قدام المبعوت انه سهو. ليه يغضب الله على كلامك ويبوظ عمل ايديك؟ لان ده من كتر الاحلام والكلام الفاضي وكتر الكلام. ولكن خاف الله. لو شفت ظلم الفقير وشد الحق والعدل في البلاد، فما تترعبش من الموضوع، لان فوق اللي عالي عالي بيلاحظ، والاعلى فوقهم. ومنفعة الارض للكل، الملك مختوم من الغيط، اللي يحب الفضة ما يشبعش من الفضة، واللي يحب الثروة ما يشبعش من دخل، ده كمان على الفاضي. لو زاد الخير الكتير كتر اللي بياكلوه، وايه الفايدة لصاحبه
غير انه يشوفه بعينيه. النوم اللي بيشتغل حلو لو اكل قليل او كتير، والشبع للغني مش مريح له للنوم. في شر مؤلم شفته تحت الشمس، ثروة متصانة لصاحبها لجل ضرره، فضاعت الثروة دي بأمر وحش. بعدين خلف ابن ومفيش في ايده حاجة، زي ما خرج من بطن امه عريان يرجع، رايح زي ما جه، وما ياخدش حاجة من التعب بتاعه فيروح بيها في ايده، وده كمان مصيبة وحشة. في كل حاجة زي ما جه بالشكل ده يروح، فايه الفايدة ليه للي تعب للريح؟ كمان ياكل كل ايامه في الضلمة ويتغم كتير مع حزن وغيظ. اقوله شفته انا خير اللي هو كويس، ان الانسان ياكل ويشرب ويشوف خير من كل تعبه اللي يتعب فيه تحت الشمس مدة ايام حياته اللي ادهاله الله لانه نصيبه. كمان كل انسان اداله الله غنى ومال وصلاته عليه عشان ياكل منه وياخد نصيبه ويفرح بتعبه، فده هو عطية الله، لانه ما يفتكرش ايام حياته كتير، لان الله يلهيه بفرح قلبه. جامعة 6. في شر شفته تحت الشمس وهو كتير بين الناس. راجل اداله الله غنى ومال وكرامة ومفيش لنفسه احتياج من كل اللي يتمناه، وما ادهوش الله قدرة انه ياكل منه، لكن ياكله انسان غريب ضاع الفاضي ومصيبة وحشة. هو لو خلف انسان 100 وعاش سنين كتيرة لحد ما تبقى ايام سنينه كتيرة وما شبعتش نفسه من الخير وملوش كمان دفن، فاقول ان الجنين اللي يقع احسن منه، لانه في اللي على الفاضي يجي وفي الضلمة يروح واسمه يتغطى بالضلمة، وكمان ما شافش الشمس ومعرفش، فده له راحة اكتر من ده. ولو عاش 1000 سنة مضاعفة وما شافش خير، مش لمكان واحد بيروح الكل، كل تعب الانسان لبقه، ومع كده فالنفس ما تبمليش، لانه ايه اللي يفضل للحكيم اكتر من الجاهل؟ ايه اللي للفقير اللي يعرف ازاي يمشي قدام اللي عايشين؟ رؤية العينين احسن من تمنية النفس، ده كمان على الفاضي ومسك الهوى. اللي كان قبل كده اتنادى اسمه ومعروف ان هو انسان وما يقدرش يخاصم اللي هو اجمد منه، لان في حاجات كتيرة تزود اللي على الفاضي. فايه اللي افضل للانسان؟ لانه مين يعرف ايه هو خير للانسان في الحياة؟ مدة ايام الحياة اللي على الفاضي اللي بيقضيها زي الظل، لانه مين يبلغ الانسان باللي يبقى بعده تحت الشمس؟ جامعة 7. الصيت احسن من الدهن الكويس، ويوم الموت احسن من يوم الولادة. المروح لبيت النواح احسن من المروح لبيت الوليمة، لان ده نهاية كل انسان، واللي عايش يحطه في قلبه. الحزن احسن من الضحك، لانه بكآبة الوش يتصلح القلب. قلب الحكمة في بيت النواح وقلب الجهلة في بيت الفرح. سمع التوبيخ من الحكيم احسن للانسان من سمع غنى الجهلة، لانه زي صوت الشوك تحت القدر بالشكل ده ضحك الجهلة، ده كمان على الفاضي، لان الظلم يخلي الحكيم احمق والعطية تبوظ القلب. نهاية امر احسن من بدايته، طول الروح احسن من تكبر الروح. ما تسرعش بروحك للغضب، لان الغضب بيستقر في حضن الجهلة. ما تقولش ليه كانت الايام الاولانية احسن من دي، لان مفيش حكمة سألت عن كده. الحكمة صالحة زي الورث واكتر للي يشوفه الشمس، لان اللي في ظل الحكمة في ظل الفضة. وفايدة المعرفة هو ان الحكمة تعيش اصحابها. بص لعمل الله، لان مين يقدر يعدل اللي عوجه؟ في يوم الخير خليك بخير، وفي يوم الشر بص كمان ان الله عمل ده مع ده
عشان ما يلاقيش الانسان حاجة بعده. شفت الكل في الايام اللي على الفاضي بتاعتي، في صالح يفنى في الصلاح بتاعه، وفي شرير يطول في الشر بتاعه. ما تبقاش صالح كتير وما تبقاش حكيم بزيادة، ليه تخرب نفسك؟ ما تبقاش شرير كتير وما تبقاش جاهل، ليه تموت في غير وقتك؟ كويس انك تتمسك بده، وكمان ما ترخيش ايدك عنده، لان اللي بيخاف الله يخرج منهم هما الاتنين. الحكمة تجمد الحكيم اكتر من 10 متسلطين اللي كانوا في المدينة، لان مفيش انسان صالح في الارض يعمل صلاح وما يغلطش. كمان ما تحطش قلبك على كل الكلام اللي يتقال، عشان ما تسمعش العبد بتاعك بيشتمك، لان قلبك كمان يعرف ان انت بالشكل ده مرات كتيرة شتمت ناس تانيين. كل ده امتحنته بالحكمة، قلت ابقى حكيم اما هي فبعيد عني. بعيد اللي كان بعيد، والغويط الغويط مين يلاقيه؟ درت انا وقلبي عشان اعرف وعشان ادور وعشان اطلب حكمة وعقل، وعشان اعرف الشر انه جهل والحماقة انها جنون. فلقيت امر من الموت، الست اللي هي شباك وقلبها فخاخ وايديها قيود، الصالح قدام الله ينجى منها، اما الخاطي فيتاخد فيها. بص ده لقيته، قال راجل الجماعة، واحدة واحدة عشان الاقي النتيجة اللي لسه نفسي بتدور عليها فما لقيتهاش. راجل واحد بين الف لقيت، اما ست فوسط كل دول ما لقيتش. بص ده لقيته، بس ان الله عمل الانسان دغري، وهم طلبوا حسابات كتيرة. جمع 8، مين زي الحكيم ومين يفهم تفسير امر؟ حكمة الانسان تنور وشه وجمدان وشه يتبدل. انا بقول احافظ على امر الملك، وده بسبب حلفان الله، ما تشاهلش ومن وشه تروح، ما تقفش في موضوع وحش لانه يعمل كل اللي يعوزه. لما تبقى كلمة الملك فهناك سلطان، ومين يقوله بتعمل ايه؟ اللي يحافظ على الوصية ما يعرفش حاجة وحشة، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، لان لكل حاجة وقت وحكم، لان شر الانسان عظيم عليه، لانه ما يعرفش ايه اللي هيبقى، لان مين يبلغه ازاي يبقى. مفيش لانسان سلطان على الروح عشان يمسك الروح، ولا سلطان على يوم الموت، ولا تسريح في الحرب وما ينجيش الشر اصحابه. كل ده شفته لما خليت قلبي ناحية كل عمل اتعمل تحت الشمس، وقت ما تسلط الانسان على الانسان عشان شر ليه. وبالشكل ده شفت اشرار مدفونين واتضموا، واللي اشتغلوا بالحق راحوا من مكان القدس واتناسوا في المدينة. ده كمان على الفاضي، لان القضاء على العمل الوحش ما بيحصلش بسرعة، عشان كده اتملى قلب ولاد البشر فيهم لجل عمل الشر. الخاطي ولو عمل شر 100 مرة وطالت ايامه، لكن انا عارف انه يبقى خير للي يخافوا الله، اللي بيخافوا قدامه، وما يبقاش خير للشرير وزي الضل ما يطولش ايامه لانه ما بيخافش قدام الله. في حاجة تانية زي الفاضي بتحصل على الارض، ان في صالحين بيسيبهم زي عمل الاشرار، وفي اشرار بيسيبهم زي عمل الصالحين. فقلت ان ده كمان على الفاضي، فمدحت الفرح، لان مفيش للانسان خير تحت الشمس غير انه ياكل ويشرب ويفرح، وده يفضله في تعبه مدة ايام حياته اللي ادهاله الله تحت الشمس. لما خليت قلبي ناحية اني اعرف الحكمة واشوف الشقة اللي اتعمل على الارض، لان كمان في النهار وفي الليل نوم في عينيه ما يشوفش، وشفت كل عمل الله، ان الانسان ما يقدرش يلاقي العمل اللي اتعمل تحت الشمس مهما تعب الانسان في الطلب
فما يلاقهوش، والحكيم كمان ولو قال انه يعرفه ما يقدرش يلاقيه. جامعة 9، لان ده كله لقيته في قلبي وامتحنت ده كله، ان الصالحين والحكماء والاعمال بتاعتهم في ايد الله. الانسان ما يعرفش حب ولا كره، الكل قدامهم، الكل زي ما للكل، حادثة واحدة للصالح وللشرير، للصالح وللطاهر وللنجس، للي بيبح وللي ما بيبحش، زي الصالح الخاطي اللي بيحلف زي اللي بيخاف يحلف. ده أشر كل اللي اتعمل تحت الشمس، إن حادثة واحدة للكل. وكمان قلب ولاد البشر مليان من الشر والحماقة في قلبهم وهم عايشين، وبعد كده يروحوا للميتين، لأن مين اللي يتم اختياره؟ لكل اللي عايشين في أمل، لأن الكلب اللي عايش أحسن من الأسد اللي ميت، لأن اللي عايشين عارفين إنهم حيموتوا، أما اللي ميتين فما يعرفوش حاجة وملهمش أجر بعد كده، لأن الكلام عنهم اتنسى، والحب بتاعهم والكره بتاعهم والغيرة بتاعتهم ضاعوا من زمان، وملهمش نصيب تاني من غير نهاية في كل اللي اتعمل تحت الشمس. روح كل عيشك بفرح، واشرب الخمرة بتاعتك بقلب كويس، لأن الله من زمان رضي عن عملك. تبقى هدومك في كل وقت بيضة، والدهن على راسك ما ينقص. شوف عيشة مع الست اللي حبيتها، كل أيام العيشة اللي على الفاضي بتاعتك اللي ادهالك تحت الشمس، كل الأيام اللي على الفاضي بتاعتك، لأن ده نصيبك في العيشة وفي تعبك اللي تتعبه تحت الشمس. كل اللي تلاقيه إيدك عشان تعمله اعمله بقوتك، لأن مفيش عمل ولا حساب ولا معرفة ولا حكمة في الهوية اللي انت رايح لها. ورجعت وشفت تحت الشمس إن الجري مش للخفاف، ولا الحرب للجمدين، ولا العيش للحكمة، ولا الغنى للفهمة، ولا النعمة لأصحاب المعرفة، لأن الوقت والبلوى يقابلوهم كلهم، لأن الإنسان كمان ما يعرفش وقته، زي الأسماك اللي تتاخد بشبكة ضيع، وزي العصافير اللي تتاخد بالفخ. أهو كده ولاد الإنسان متصادين لوقت وحش زي ما يقع عليهم فجأة. الحكمة دي شفتها كمان تحت الشمس، وهي عظيمة عندي. مدينة صغيرة فيها ناس قليلين، فجيه عليها ملك عظيم وحصرها، وبنى عليها أبراج عظيمة، وتلاقى فيها راجل مسكين حكيم، فنجى هو المدينة بالحكمة بتاعته، ومحدش افتكر الراجل المسكين ده. فقلت الحكمة أحسن من القوة، أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه ما يتسمعش. كلام الحكمة يتسمع في الهدوء أكتر من صريخ اللي متسلط بين الجهلة. الحكمة أحسن من أدوات الحرب، أما خاطي واحد فيبوظ خير كتير. جمع 10، الدبان الميت ينتن ويخمر زيت العطار. جهل قليل أتقل من الحكمة ومن الكرامة. قلب الحكيم على يمينه وقلب الجاهل على شماله، كمان لو مشي الجاهل في الطريق ينقص الفهم بتاعه ويقول لكل واحد انه جاهل. لو طلعت عليك روح اللي متسلط فما تسيبش مكانك، لان الهدوء يهدي خطايا عظيمة. في شر شفته تحت الشمس زي سهو خارج من واحد متسلط. الجهل بقى في اماكن عالية كتيرة، وأغنياء قاعدين في اللي تحت. شفت عبيد على الخيل ورؤساء ماشيين على الأرض زي العبيد. اللي يحفر حفرة يقع فيها، واللي يهد حيطة يلدغه تعبان، اللي يقلع حجارة يتوجع بيها، واللي يشق حطب يبقى في خطر منه. لو تلم الحديد ومحماش هو سنه يبقى يزود القوة، أما الحكمة فتنفع عشان تنجح. لو لدغ التعبان من غير رأية فمفيش فايدة من اللي بيرقي. كلام بق الحكيم نعمة،
وشفايف الجاهل تبلعه. بداية كلام بقه جهل، وآخر بقه جنون وحش. والجاهل يكتر الكلام، ما يعرفش إنسان إيه اللي يبقى ومين يبلغه بإيه اللي يبقى بعده. شقى الجهل يتعبه فما يعرفش يروح لمدينة. يا ويلك يا أرض لو كان ملكك ولد والرؤساء بتوعك بياكلوا الصبح. يا بختك يا أرض لو كان ملكك ابن شرفة والرؤساء بتوعك بياكلوا في الوقت، عشان القوة مش عشان السكر. بكسلين يقع السقف، وبإيدين مرخية يرشح البيت. للضحك يعملوا وليمة، والخمرة تفرح العيشة، أما الفضة فتغني الكل. ما تشتمش الملك ولا في فكرك، وما تشتمش الغني ولا في رقادك، لأن طير السما ينقل الصوت، واللي عنده جناح يبلغ بالموضوع. جمع 11. ارمي عيشك على وش المية لأنك تلاقيه بعد أيام كتيرة. ادي نصيب لسبعة والتمانية كمان، لأنك ما تعرفش انه شر يبقى على الأرض. لو اتملت السحب مطر تكبه على الأرض. لو وقعت الشجرة ناحية الجنوب أو ناحية الشمال، ففي المكان اللي تقع فيه الشجرة هناك بتبقى. اللي يرصد الريح ما يزرعش، واللي يراقب السحب ما يحصدش. زي ما انت ما تعرفش ايه هو طريق الريح، ولا زي العظم اللي ببطن الحامل، بالشكل ده ما تعرفش اعمال الله اللي بيعمل الكل. في الصبح ازرع زرعك، وفي المساء ما ترخيش ايدك، لانك ما تعرفش ان هو فيهم يكبر ده ولا ده، او ان الاتنين يبقوا كويسين مع بعض. النور حلو وكويس العينين انهم يشوفوا الشمس، لانه لو عايش الانسان سنين كتيرة فيبقى يفرح فيها كلها، ويفتكر ايام الضلمة لانها تبقى كتيرة. كل اللي يجي على الفاضي افرح يا شاب في سنك الصغير، ويبسطك قلبك في ايام شبابك، ويمشي في طريق قلبك وباللي بتشوفه عنيك. واعرف انه على كل الحاجات دي يجي بيك الله للحكم. فشد الغم من قلبك، وابعد الشر عن لحمك، لان السن الصغير والشباب على الفاضي. جمع 12. فافتكر اللي خلقك في ايام شبابك، قبل ما تيجي ايام الشر، او تيجي سنين لما تقول مفيش ليا فيها فرح. قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم، وترجع السحب بعد المطر، في يوم يتزعزع فيه اللي بيحافظوا على البيت، ويتلوى رجالة القوة، وتبطل الطواحين لأنها قلت، ويضلموا اللي بيبصوا من الشبابيك، وتتقفل الأبواب في السوق لما يوطى صوت المطحنة، ويقوم لصوت العصفور، وينزلوا كل بنات الغنى، وكمان يخافوا من العالي، وفي الطريق أهوال، واللوز يظهر، والجراد يبقى تقيل، والشهوة تبطل، لأن الإنسان رايح لبيته اللي ملهوش نهاية، واللي بيندبوا يطوفوا في السوق قبل ما يتقطع حبل الفضة، ويتهرس كوز الذهب، أو تتكسر الجر على الينبوع، أو تتقصف البكرة عند البير، فيرجع التراب للأرض زي ما كان، وترجع الروح لله اللي اداها على الفاضي. بتاع الفاضي قال راجل الجماعة، كله على الفاضي. فاضل ان راجل الجماعة كان حكيم، وكمان علم الشعب علم، ووزن ودور وعمل امثال كتيرة بشطارة. دور راجل الجماعة انه يلاقي كلمات تبسط مكتوبة دغري، كلمات حق، كلام الحكمة زي العصيان اللي تنغز، وزي اوتاد مغروزة. اصحاب الجماعات اتعطوا من راعي واحد، وفاضل ان من ده يا ابني خد بالك. عمل كتب كتيرة ملهوش نهاية، والدرس الكتير تعب للجسم. فنسمع بقى خلاصة الموضوع كله. خاف الله وحافظ على الوصايا بتاعته، لان ده هو الانسان كله، لان الله يجيب كل عمل للحكم، كل اللي مستخبي لو كان خير او شر.